مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم كل خير أهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبعة على سبعة على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي مطلع أسبوعنا اليوم ومع أخبارنا المتنوعة نبدأ بهذا الخبر الذي يقول توجت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وللعام الثاني على التوالي بجائزه السعاده في مكان العمل التي تمنعها منظمه سيستي نابل مايندز المعنيه باستراتيجيه الاستدامه والمسؤوليه المؤسسيه في منطقه الخليج والشرق الاوسط وشمال افريقيا جرى الاعلان عن فوز المؤسسه خلال حفل افتراضي وسط اشاده مجتمعيه بالمقومات والمزايا التي تؤهل المؤسسه للقيام بدور محوري ومؤثر في الارتقاء بمنظومه في العمل التي ترتكز في اسسها على اطلاق ونشر مبادرات السعاده والايجابيه التي تعنى بتحقيق الرضا الوظيفي والموجهه لبيئتها الداخليه بين موظفيها ومساهمتها الفعاله في تطوير الخدمات المقدمه لاسعاد المتعاملين ودفع عجله النمو بشكل متتال ومستدام واوضحت المؤسسه ان حصولها على جائزه السعاده للمره الثانيه على التوالي ياتي استكمالا لسلسله النجاحات التي حققتها خلال الفتره الماضيه ويعد ثمره التزامها بالنهج المتميز في نشر السعاده وسبل تحسين الكفاءه الانتاجيه والسياسات التي تتبناها وتحرص عليها وعلى تطبيقها بين جميع موظفيها والشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين وأكد سعادة المهندس محمد سيف الأفخم رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن هذا النجاح يأتي استجابة وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الرامية إلى تطوير بيئة العمل وتحقيق جميع سبل السعادة للموظفين والمتعاملين على حد السواء وخلق فرص داعمة للتميز الوظيفي ومواصله تقديم الافضل الى جانب دعم واهتمام سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيره بضروره تحفيز الكوادر الوطنيه نحو التجديد والابتكار وتطوير الخدمات ومواكبه تطلعات الدوله الحاليه والمستقبليه نبارك لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية هذا الإنجاز نبارك لهم هذه الجائزة وليس بغريبة عليهم حين تكون البيئة بيئة عمل إيجابية متفاعلة مع الجمهور تتقبل الملاحظات تأخذ بالآراء أكيد النجاح سوف يكون حليفة والتميز كذلك وهذا دائما هو ديدا المؤسسات لدينا هنا في دولة الإمارات وبالأخص في إمارة الفجيرة نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله وفي خبر ثاني زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمس السبت الموافق الخامس عشر من أغسطس لعام 2020 فريق مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بمقره في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والمزيد في التقرير التالي. قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله. بزيارة مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المستجد مؤكداً التفوق في إدارة هذه الجائحة بكل أبعادها حيث قدمت الامارات تجربة فريدة في تذليل التحديات ومواجهة الصعوبات، اساسها الاصرار والعزيمة والايمان الراسخ بان الياس لا مكان له بيننا، وميزها نهج عمل اعتمد على تكاتف الجهود المخلصة، وفي مقدمتها اسهامات الطواقم الطبية الباسلة لتظهر الدولة قدرة نوعية في التعامل مع احد اصعب المواقف التي واجهت البشرية في تاريخها الحديث باسلوب استباقي قائم على التخطيط العلمي السليم لتحول هذا الوضع الاستثنائي إلى فرصة للتعلم واكتساب الخبرات والتطوير وصناعة الإنجازات على شتى الأصعدة وقال سموه: ثقتنا الكبيره في اصرار ابناء الوطن على الارتقاء به الى اعلى المراتب وقدرتهم الاستثنائيه على تخطي كل المواقف الصعبه بل تحويلها الى فرص جديده للنجاح ترفع سقف طموحاتنا لمستقبل دولتنا التي لا نرضى لها مكانه سوى القمه وشعبنا الذي نريد له ان يكون دائما في المقدمه. واضاف سموه: الاداء البطولي المتميز لكل الفرق الوطنيه التي شاركت في التصدي لهذا التحدي هو مصدر فخر لكل اماراتي واماراتيه حرصنا دائما ان تكون دولتنا مصدر الهام لكل ما يعين على تحقيق نوعيه حياه افضل للبشر في كل مكان نشد على يد الجميع لمواصله العمل بذات الروح والهمه العاليه لتجاوز هذه المرحله في اقرب وقت ان شاء الله لمواصله تحقيق اهدافنا للمستقبل الذي نتطلع اليه بعين التفاؤل استمع صاحب السمو لشرح قدمه الدكتور عامر احمد شريف رئيس مركز التحكم والسيطره لمكافحه فيروس كورونا حول الدور الذي يقوم به المركز من خلال توحيد الجهود في القطاع الصحي وتنسيقها مع مختلف الجهات يعتمد مركز التحكم والسيطره لمكافحه فيروس كورونا منذ انشائه في مارس الماضي على اليه متكامله لمكافحه انتشار الفيروس في دبي من خلال عدد من المراحل في سبيل احتواء المرض وتقديم الرعايه الصحيه والطبيه اللازمه باسرع وقت ممكن وضمان القدره الاستيعابيه لتوفير الرعايه الصحيه اللازمه ووضع مقومات للعزل الصحي والاعتماد علي علم البيانات والبحوث العلميه لدراسه المستجدات المحليه والعالميه حول الفيروس وكيفيه انتشاره وطرح التوصيات العلميه ودعم جهود دراسه الاوبئه في المستقبل وقعت دائره الخدمات الاجتماعيه في الشارقه اتفاقيه تعاون مع جمعيه الاجتماعيين انطلاقا من الاهداف المشتركه لتعزيز الجهود بين الطرفين لتحقيق تعاون مثمر في المجالات المشتركه التي تصب في تطوير خدمه المجتمع حيث جرت فعاليه توقيع الاتفاقيه عن بعد عبر برنامج مايكروسوفت تيمز وللمزيد معنا عبر الهاتف مباشره الاستاذ خلود النعيمي مديرة إدارة الرخص الاجتماعية في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة مرحبا وسهلا فيك أستاذة خلود ونورتينا في برنامج سبعة سبعة قناة الفجيرة أهلا وسهلا أخ محمد حياك الله الله يحييك على فضله يا طويلة العمر سيدة العزيزة ما هي اتفاقية التعاون اللي تم توقيعها مع جمعية الاجتماعيين وإلى ماذا تهدف طبعا شيء بسم الله الرحمن الرحيم نشكر طبعا استضافتنا في هالبرنامج الجميل واجب سألك. الله يحفظك الله يسلمك يا رب ومن خلينا نقول من الجانب الصحي ننتقل اليوم للجانب الحين الاجتماعي تم توقيع طبعا اتفاقية بين طرفين بين دائره الخدمات الاجتماعيه وجمعيه الاجتماعيين ومقرها في إمارة الشارقة طبعا نسعى دائما لتكامل الأدوار والجهود والشراكات بين مؤسسات المجتمع المحلي بما يخدم خلينا نقول فئات المجتمع لتحقيق التنميه المستدامه او طبعا وقعنا الحمد لله الاتفاقيه بين الطرفين تهدف طبعا تبادل الادوار وتبادل المعلومات والخبرات المهنيه بين الطرفين وما هي ابرز البنود في هذه الاتفاقيه استاذه والله كانت اتفاقيتنا عبارة عن عدة بنود ولله الحمد استهدفنا فيها تطوير منظومة العمل الاجتماعي في إمارة الشارقة <applause> طبعا مثل ما ذكرنا دائرة الخدمة الاجتماعية مع جميع الاجتماعيين المجال الاجتماعي بحث في تبادل الخبرات تبادل خلنا نقول الأدوار في مجال البحوث والدراسات في مجال التدريب ورش العمل التخصصية للعاملين الاجتماعيين في إمارة الشارقة جميل جدا وكيف تستخدم هذه الاتفاقية كلا من الطرفين؟ والله نستخدمها عن طريق مثل ما ذكرت الدورات اللي تقام التخصصية نستفيد من خبرات الاجتماعيين المتواجدين في خلينا نقول في الجمعية كون ان الجمعية تحتضن الاجتماعيين خلينا نقول على مستوى يمكن مش بس الامارة على مستوى الدولة كجمعية متخصصة في مجال العمل الاجتماعي وكيف بتساهم المبادرة اللي سيتم اطلاقها من قبلكم في تعزيز مسيرة العمل الاجتماعي ودفع عجلة الانجاز؟ والله بدينا طبعا بنود الاتفاقيه يمكن فعلناها حتى قبل ما خلينا نقول نوقعها ما الله من التبادل من الخبرات المتوفره عندهم في مجال التدريب عملنا ولله الحمد ملتقى مهني تخصصي جميل خلينا نقول متخصص في مجال اخلاقيات المهنه الاجتماعيه عملنا هاي الدوره تخصصيه في مجال العمل الاجتماعي وتستهدف العاملين في ميدان العمل الاجتماعي خلينا نقول للاستفاده من من خلينا نقول من الدورات في صقل مهاراتهم في تقديم الخدمه الاجتماعيه على مستوى افراد المجتمع. واحنا نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله استاذ خلود النعيمي مدير اداره الرخص الاجتماعيه في دائره الخدمات الاجتماعيه في الشارجه شكرا لك. شكرا جزيلا اخ يا يا الله يحفظك شكرا. شكرا. إذا مشاهدينا فاصل وبنرجع نواصل معاكم بس خالكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمرين معكم في سبعة على سبعة حيث أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أول صندوق لتمويل العمليات التصديرية على مستوى إمارة الشارقة تحت مسمى صدر للحديث أكثر حول الموضوع معنا في الاستديو الأستاذ عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات أستاذ عبد العزيز وش اول شيء نقول لك يا مرحبا وسهلا فيك نورتنا في تلفزيون الفجيره وفي برنامج سبعه على سبعه وطمنا عليك مره واحده. يا هلا وسهلا شكرا جزيلا على الاستضافه واجب الله يحفظك سعيد جدا الان بالتواجد معكم في هذا المساء. الله يسلمك بدايه احنا نبارك لكم هذه البادره الجميله التي كثيرا ما سوف تخدم الاقتصاد في اماره الشارقه وفي الدوله بشكل عام. حدثنا عن صندوق صدر لتصدير العمليات. طبعا صندوق صدر هي احدى المبادرات لمركز الشرق لتنميه الصادرات والمستهدف من هذا الصندوق ان يقوم بدعم العمليات التصديريه الخاصه بالمصدرين الصناعيين على وجه الخصوص. بمعنى انه يقدم بمعنى المتقدمين لهذا الصندوق او الطالبين يغطون ولو جزء من كلف العمليات التصديريه وقد يعني الصندوق يغطي ما يقارب ال 50 الى 60% من قيمه الصادرات. فلذلك سيساعد الصندوق هذا هذه الشركات او هذه المصانع على وجه الخصوص ان تجد اسواق جديده من خلال انها تغطي بعضا من تكاليفها طبعا من خلال المشاركه في الصندوق تكون الان عمليات السداد يعني في 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 اوقات وباليات مرنه بحيث انها تتيح لهم انهم الان يقومون بعمليه التصدير نفسها من دون ان يكون عندهم اي ضغوط او أريحية في في السيول المادية. جميل جدا الأهداف اللي تسعون اللي وراها وراء مبادرة الصدر وخصوصا في العمليات التصديرية في إمارة الشارجة وضع إمارة الشارجة جدا يعني حساس ما بين الموانئ إذا بنتكلم عنها. <applause> نعم صحيح يعمل في الشارقة حوالي في مدينة الشارقة حوالي 2000 و 2400 مصنع يشكلون تشكل صادرات هذه المصانع. ما يقارب ال 23 مليار درهم بحسب اخر احصائيات التي تصدرها الغرفه عن طريق شهادات المنشأ. فالان فهذه المبالغ او عفوا هذه الصادرات قد تجد الان تركزها الان في عدد من الدول. نحن نامل من خلال هذا الصندوق ان نرفع الخلطه التصديريه من من الجغرافيه الحاليه للوصول لاسواق جديده. بمعنى معظم معظم هذه الصادرات تتوجه الى الدول المجاوره لا سيما دول الخليج والدول الاكثر قربا، بينما الان من خلال الصندوق نحن نستهدف ان نفتح اسواق جديده لهذه المنتجات بحيث م -م. ان المنتج الاماراتي على وجه الخصوص يتمتع بمزايا وكذلك اقول مواصفات او ميز ممكن تتيح لها ان يتنافس مع عدد من الاسواق التصديريه. جميل يعني ذات جوده عاليه, ذات الصادرات جودة عالية. عالية نعم. نعم جميل جدا. اذا استاذ عبد العزيز طيب شو تقدمون للشركات الاماراتيه المصدره؟ نعم بدايه نبدا الان من خلال مركز الشارقه لتنميه الصادرات ان نجد اسواق بديله على سبيل المثال المركز يقوم الان بعدد من المشاركات فيها المعارض. يقدم اجنحه باسعار رمزيه او تنافسيه اضافه الى البعثات التجاريه التي يقوم بها المركز لعدد يعني في عام 2019 حوالي 22 بعثه قام بها المركز ومغطيه عدد من المناطق الجغرافيه على مستوى العالم لكن الان لو تحدثنا عن الصندوق على وجه الخصوص يقوم الصندوق بتغطيه تكاليف او نفقات آه السلعه المواد المواد تصديرها بحيث يغطي ما يقارب 50% من قيمه هذه السلعه ويعطيه فتره سداد ما بين 60 او الـ او الـ او 90 يوم بحسب كل حاله على من شهرين لثلاث شهور من شهرين لثلاث شهور حلو واحيانا الى خمسه اشهر بحسب كل حاله الـ 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 الهدف من ذلك الان انه آه المصدر نفسه لا يكون الان فيه يعني خاصه الشركات الصغيره تحدثنا <applause> عنها بوجه الخصوص انها الان لا تكون في سعه ماليه او بملاءه ماليه تسمح لها انها الان تنتظر هذه الفتره الان في هذا المصدر. اللي كنت ابغى اسال يعني ما شاء الله عليك يبتلي يعني نعم. طيب الشركه المبتدئه نعم. هل لكم رقابه عليها انتم اذا هي صاحب التصدير مثلا نعم. خصوصا في المواد الغذائيه نتكلم عن المواد الغذائيه نعم الان نحن نعمل مع شركائنا والشركه الرئيسيه معنا في هذا الصندوق هي شركة الاتحاد الائتمان الصادرات شركة وطنية نعم تقوم الشركة بدعم الصادرات المحلية وبالتعاون بموجب مذكرات التعاون المبرمة ما بين الغرفة وما بين الشركة تقوم الشركة بإعداد الملفات الخاصة بالمصدرين بالإضافة إلى مراجعة ملاءاتهم المالية وكذلك قدرة المشتري على السداد فبالتالي نحن نقدم حلول متكاملة مع شركائنا للمصدر بحيث أنه يأمن الآن على أو يكون أكثر طمأنينة في 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 عمليات التصديرية وكذلك تكون لديه مرونة فيها فيها في 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 السداد. جميل جدا. شو كيف تعزز أو كيف يعزز صندوق صدر الخدمات اللي بتقدمها خصوصا صادرات من إمارة الشارجة وكيف إن شاء الله بندخل في التنافسية فيها؟ باسم نعم. أه بشكل خاص والامارات نحن نتحدث عن دوله <applause> الامارات يعني الان دوله الامارات لا شك تبلغ اجمالي الصادرات ما ما يقارب 450 450 مليار بحسب اخر احصائيه ليه, ليه التي تم نشرها مؤخرا اجزاء منها تتمركز في الصادرات واعاده التصدير فبالتالي لو وجدنا أن معظم الصادرات قد تذهب إلى المنطقة الجغرافية القريبة من دولة الإمارات نتحدث عن دول الخليج على سيما والدول الأكثر قربا عموما توجه الإمارات أنها تكون أكثر انفتاحا وتوجد أسواق أخرى سواء كانت أسواق في شرق أفريقيا أو <applause> وسط أفريقيا أو حتى كذلك عدد من الدول التي تقع في شرق آسيا فهذه الدول حقيقةً نحن نستهدفها بحيث أن صادراتنا قد تتعزز أو تنافس في هذه الأسواق جميل جداً طيب صندوق صدر او مبادره صدر ومساهمه صدر في في دعم الشركات المحليه نعم. وزياده رقعه الخارطه الجغرافيه التصديريه بالتحديد نعم. طيب شو بتقدم لهم كذلك من امتيازات اخرى او ماذا تق... انتم في رايكم في دراساتكم المستقبليه شو بتقدمون لهذه الشركات وكذلك للاماره؟ نعم احنا نقدم حلول متكامله للشركات في نعم. الحقيقه لما يتعلق بالعمليات التصديريه سواء كان من الاسواق المستهدفه انتهاء بعمليه التصدير وكذلك اللقاءات وال لنظرائهم من المشترين المحتملين اللي هم الان ممكن يستفيدون من قاعده البيانات التي يوفرها المركز. <applause> اضافه طبعا هذا ما كان تقوم به الغرفه لكن الان اضافت عليه العمليه التمويليه التي لم تكن موجوده في السابق فبالتالي تكون حلول متكامله ابتداء من ايجاد النظراء لحد انتهاء بالتمويل. مساهمه صندوق صدر في انخفاض نسبه المخاطر وخصوصا بتعاونكم مع ائتمان. نعم صحيح احدى العمليات الرئيسيه التي تقوم بها شركه الاتحاد ائتمان الصادرات هي هي حفظ او خلينا نقول انها هي تخفف المخاطر التي تلتحق بالعمليات التصديريه. العمليات التصديريه طبعا تشكل عدد من يعني من التحديات من ضمنها السداد في الوقت المناسب فبالتالي شركة التأمين تقوم شركة اتحاد لتمان تقوم بتقية هذا الجانب من حيث الآن في تخلف في السداد من قبل المشترين أو من قبل الجهات النظراء تقوم تقوم المؤسسة بحماية المصنع الوطني أو أو المنشأة الوطنية بحيث أنها تسدد لها المبالغ بالإضافة أنها الآن الشركه بحد ذاتها تقوم بجلب كذلك معنا بالتعاون في ايجاد مشترين محتملين لهذه المنتجات. جميل جدا، جهود وسعي غرفه تجاره وصناعه الشارقه في تامين وكذلك بقول اتساع الصادرات الاماراتيه للاسواق العالميه، ليتكلمنا عن هذه النقطه ما نعم، بشكل سابقا في الحديث ان الان نعم. معظم صادرات الامارات تتمركز حول المنطقة الجغرافية المحيطة بدولة الإمارات نحن نسعى الآن من خلال الصندوق أو من خلال جميع المبادرات سواء نحن أو كذلك الجهات اللي هي على المستوى الاتحادي أو المحلي فيها في الإمارات الأخرى أن إيجاد أسواق تصديرية جديدة لم لم تدخلها منتجات الاماراتية، الهدف مثل من يعني مثل لو تعطينا مثال على دولة آه دولة الان مثلاً. التواجد مثلا في شرق اسيا، هذه احدى الدول التي جميل. تأمل دولة الامارات بشكل عام وغرفة السياقة بشكل خاص أن تدخل هذه الاسواق، المنتجات الان قادرة على الـ على, الـ على الوصول وقادرة على المنافسة، لكن تنقصها بعض الجوانب الفنية اللي ممكن الان من خلال غرفة ان نحن نغطيها حلو. فلذلك هذه هي الآن متى ما انتسعت الخارطة التصديرية وصلنا أكثر من الدول الحالية التي نقوم بالتصدير إليها هذا لا شك الآن سيعود بالإيجاب طبعا اقتصاد دولة الإمارات أكيد أكيد بدون أي نقاش كيف يتماشى إطلاق صندوق صدر مع استراتيجية دولة الإمارات وإيجاد كذلك مبادرات لتحقيق الاستدامة الاقتصادية نعم أه سؤال جميل الان نحن يمكن ذكرنا ان الخارطه التصديريه قد تكون في متمركزه في عدد من, من الدول المحيطه نحن الان من خلال الصندوق لو اوجدنا الان كذلك اسواق جديده ممكن ان هذه الصادات تصل اليها سواء كانت مثلا في وسط افريقيا او كانت الان لدول اوضه ال... الدول المستقله مثلا في في شرق اوروبا او حتى الان في 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 اسيا وسط اسيا كذلك هذه الدول منتجات الإماراتية قد تستطيع المنافسة فيها وتستفيد طبعاً من العلاقات الدبلوماسية التي تملكها دولة الإمارات، وبالتالي ستعود بالنفع طبعاً مع انتشارها في هذه الدول بأنها تحقق استدامة أو تحقق خلينا نقول عوائد مستدامة على الفترات العقدين إن شاء الله القادمين. وما مدى حرص غرفه تجاره وصناعه الشارقه على الابتكار ووضع افكار جديده في هذا الاطار؟ نعم، الصندوق بحد ذاته قد قد يكون احدى خلينا نقول الان جاء من خلال مطالبات القطاع الخاص او منتسبي الغرفه وكانت هذه كلها جاءت حول المختبرات المختبرات التي قامت بها الغرفة اللي كانت كان مختبرات التفكير التي قامت بها الغرفة مع هؤلاء الشركاء الآن من من القطاع الخاص والتي على ضوءها الآن تم إطلاق هذا الصندوق فكانت الان حنقول كما نسميها فكره الصندوق نفسه جت من القطاع الخاص الى القطاع الخاص. عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الاعضاء في غرفه تجاره وصناعه الشارقه، مدير مركز الشارقه لتنميه الصادرات، شكرا لك على حضورك وتلبية الدعوة ونتمنى لكم إن شاء الله دائما التوفيق شكرا جزيلا شكراً لكم شكرا, على الصلاة يا مرحبا وسهلا مشاهدينا انطلاق البرنامج التطوعي الشبابي مبادرون ثلاثة بتنظيم من دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بجميع فروعها لمدة أسبوع وذلك ابتداء من اليوم الأحد الموافق السادس عشر وحتى يوم الخميس الموافق عشرين من أغسطس لعام 2020 من الساعه العاشره صباحا وحتى الثانيه مساء وللمزيد في التقرير التالي أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة والمدن التابعة لها مثل خرفكان وشلبة والبطايح والبيت والحمريه والمدام والمليحه دبل حصن معسكر مبادرون لفئة الشباب من سن 13 إلى 17 سنة ولمدة أسبوع ويستمر لمدة أسبوع من تاريخ 16 إلى تاريخ 20 أغسطس 2020 ليثري عطلتهم الصيفية بما هو مفيد ومتنوع. ويتضمن البرنامج عددا من القيم والورش المتنوعه لتعزيز قيمه العمل التطوعي لديهم وحس المسؤوليه المجتمعيه ومن عدد البرامج استضافه نماذج من ممارسين العمل التطوعي عندنا توزيع سجادات ورقيه على المساجد توزيع بطائق شكر على خط الدفاع الاول عندنا برنامج اروي عطشك هو لتوزيع وجبات للعمال عندنا توزيع صناديق وقايه على زوار جمعيه الشارقه التعاونيه وعندنا تنفيذ برامج توعوي عن بر الوالدين تم تنظيم واعداد معسكر مبادرون ثلاثه بتطبيق الاجراءات الاحترازيه حيث تم طرح الفرصة في المنصة التطوعية لمركز التطوع واستقطاب المتطوعين حيث كان من ضمن الشروط الإجراء فحص كوفيد والحمد لله تجاوب المتطوعين وأجروا الفحص وبدأنا اليوم معسكرنا لأول يوم بالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال لبس الكمام والتباعد والقياس قياس الحرارة بشكل يومي قبل بدء بالبرنامج كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية المؤسسات التعليمية الحاصلة على جائزة عون للخدمة المجتمعية في دورتها السادسة للعام الدراسي 2019-2020 والتي نظمتها الهيئة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وللمزيد من التفاصيل خلونا راح في ضيفنا في الاستديو الاستاذ راشد محمد الكعبي مدير اداره المتطوعين في الامانه العامه في في هيئه الهلال الاحمر الاماراتي راشد مبروك ويا مرحبا وسهلا فيك ونورتنا في تلفزيون الفجيرة وفي برنامج سبعة سبعة يا مرحبا بكم يا أخوي ويعطيكم الصحة والعافية العافية. كل الشكر والتقدير على الاستضافة هذه الجميلة. واجب طال عمرك احنا سعيدين لما نسمع في مثل هذه المبادرات ومثل هذه الفعاليات اللي تقومونها أنتم في الهلال الأحمر احنا نفرح نعم. وننتشي بإنجازاتكم وفعالياتكم الله يحفظكم وفقكم في البداية ما هي جائزة عون المجتمعية؟ ايه بسم الله الرحمن الرحيم جائزه عون للخدمه المجتمعيه جائزه مجتمعيه معنيه في بالمسؤوليه المجتمعيه الجائزه يتم اطلاقها بدايه كل عام دراسي للمدارس ورياض الاطفال وايضا للجامعات يتم يعني من خلال الشراكه المجتمعيه ما بين وزاره التربيه والتعليم وهيئه الهلال الاحمر الاماراتي يتم اطلاق هذه الجائزه باستهداف جميع الطلبه. جميل جدا وعن المؤسسات التعليمية اللي شاركت في الجائزة شو بتخبرنا والله يا طويل العمر أه الحمد لله يعني خلال العام هذا طبعا ومع ان ظل الظروف أه آه، ظروف آه، كوفيد 19 نعم. وال... و يعني المراحل هاي اللي عدت كلها مع ان شاء الله تعدي وما الب... ترد يا رب وان شاء الله انها تعدي وان شاء الله المؤشرات جدا طيبه وايجابيه الحمد لله يا يعني يارب. في الطريق الصحيح نعم آه، طبعا عدد المؤسسات التعليميه اللي شاركت مم. 239 مؤسسه ما شاء من ضمنهم جامعات رياض اطفال مدارس ايضا من ضمنهم قطاع خاص وقطاع عام آه، الحمد لله مشاركة جداً جميلة في،, في الجائزة طبعاً الجائزة هي السنة هذه هي الدورة السادسة لجائزة عون للخدمة المجتمعية آه، يعني من كلام وزارة التربية والتعليم يعني قالوا أن في ظل الظروف هاي جائزة عون الوحيدة اللي استمرت في،, في،, في برامجها وفي أنشطتها وهذا دليل مؤشر قوي يعني أنه الجائزه الحمد لله اخذت يعني حيز كبير واهتمام كبير ما بين المؤسسات وما بين افراد المجتمع والمؤسسات التعليميه اذا كان هناك اهتمام معناته هناك في تنافس الحمد لله انت نعم. شو بتخبرنا عن التنافس نعم. ما بين المؤسسات المشاركه في اكيد الجائزة؟ اكيد في تنافس ما بين المؤسسات اخوي محمد طبعا الجائزه لها عديد من المجالات يعني آه آه يعني هي معنيه في البرامج اللي تم اطلاقها معنيه في الاسر المتعففه معنيه في ايضا ذوي الاحتياجات الخاصه اصحاب الهمم يعني جميع الفئات اللي هم بامس الحاجه مثلا لدعم او مساعده او ما شابه لان الجائزه هي جائزه معنيه بالعمل الانساني بدرجه اولى يعني تم غرس روح العمل الإنساني وروح المسؤولية المجتمعية في نفوس الطلبة وفي نفوس الـ الـ أيضا أفراد المجتمع بشكل عام جميل هنا أستاذ راشد يعني هناك فئات كذلك كنتم يعني متميزة عندكم في 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 تصنيفكم كان في هذه السنه صحيح ووصلت إلى 13 فئه نعم صحيح او 13 شخصيه كذلك يعني لو تعطينا التفاصيل صحيح عن هاي اللي اللي هم يعني طبعا بالتماشي او بالتوازي مع الجائزه نفسها لان الجائزه يتم اطلاقها للمؤسسات التعليميه ويتم تشكيل فرق العمل في في هاي المؤسسات من ضمن المجالات الجائزه ايضا هناك فئات متميزه اللي هو فئه الطالب المبتكر و... قبل ان نتكلم عن الفئه يعني وانواعها يعني تصنيف الفئه نفسها هل تاتي لاشخاص ام تاتي لشركات لمؤسسات لا هي تاتي لافراد لافراد الفئات المتميزه نعم تاتي لافراد لان الجائزه جائزه عون الاساسيه هي للمؤسسات التعليميه ولها معايير خاصه للتحكيم بمشاركه المؤسسه نفسها بفريق عملها، ايضا من ضمن المشاركات هم الفئات المتميزه يعني من ضمن فريق العمل اللي شارك في الجائزه عندك طالب مبتكر مثلا طالب متميز غير عن الطلبه الباجين ويقدر يشارك وله معايير خاصه يتم تحكيمه من قبل الجائزه، ايضا عندك مشرفين تربويين في المدارس وفي الوزاره نفسها يتم تحكيمهم طبعا يقدمون الفايل اللي ياهلهم للمشاركه في في هذه الفئه ويتم تحكيمهم طبعا في لجان تحكيم خاصه ومشتركه ما بين الهيئه وما بين ايضا وزاره التربيه والتعليم. شو المعايير اللي بتكون تقوم عليها؟ والله يا يعني والله اخوي محمد طيب. انا يعني صراحه ما عملت حساب انه متوفره تكون المعايير لكن انا بتكلم لك بشكل اعطينا لمحه سريعه لمحه سريعه, سريعة. يعني تم. مثلا للمؤسسات التعليميه لها تقريبا فوق العشر معايير يتم تحديدها ويتم الالتزام بها من ضمنها تشكيل فرق العمل الموجوده المشاركه المجتمعيه مثلا في مع المؤس... بين المؤسسه وبين المجتمع المحلي المحيط للمدرسه نفسها ممتاز. دعوه ولي الامر ايضا للمشاركه في في هذه الجائزة ويدعم يعني يدعم الطلبة ويشارك بشكل حافز. نفسي كبير هنا نعم. نعم والله شوف أخوي محمد هي المعايير وضعت حقيقة من من قبل متخصصين في في هذا المجال بحيث إنه يكون معايير التحكيم معايير شمولية مش يعني مركزة على نقطة معينة لا لها معايير بحيث إنه يكون العمل متكامل. يعني انت اليوم تغرس قيم مجتمعيه القيم المجتمعيه انت عندك عديد من الافراد عندك الطالب عندك ولي الامر عندك الاسره عندك الميدان التربوي نفسه عندك المحيط الخارجي للمدرسه نفسها فالمعايير كلها يتم وضعها تراعي جميع المجالات الموجوده في أخوي راشد تذكرت المدرسة وأنا هني بالنيابة أسأل يعني دور النشأ والشباب في نهضة الدولة، شو بتكلمنا عنه؟ هو بلا شك دور دور النشأ يعني أنت من كلمة النشأ هذه فإذا إذا يعني الأبناء ينشؤون على التميز، ينشؤون على الإبداع، ينشؤون على الهوية الوطنية وغرس الولاء والإنتماء للوطن وللقيادة. طبعا هذا بلا شك انه بيلقي بي بي ثماره بعد ما يخلص هذا الطالب من من المدرسه بتشوفه شخص متميز غرس في هذه القيم خلال المراحل الدراسيه اللي اللي عدت في حياته التعليميه ممتاز فبتلاقي يعني الشباب هذول شباب مسؤول يعني وكفايه انه لله الحمد نحن يعني الله حبانا في قياده رشيده داعمه للمجتمع داعمه للشعب داعمه للمواطن وكل همهم انه يشوفون المواطن هو رقم واحد في 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 المجتمعات كامله يعني اكيد اكيد يعني طيب الطرق اللي تتبعها هيئه الهلال الاحمر الاماراتي في دعم وزرع العمل التطوعي والانسانى والخيري في نفوس لن اقول الشباب فقط كذلك المجتمع كامل في نعم الطرق اللي بتخب نعم هو هو عده طرق يعني انا اليوم اذا بتكلم عن الجائزة فقط هي الجائزة يعني تم تحديدها لفئة الطلبة في جميع مراحلهم العمرية. نعم جائزة جائزة كبيرة ولها يعني يعني أهداف كبيرة ولها الحمد لله يعني آه نحن لمسنا قطفنا الثمار خلال الفترات هاي الماضية ولكن مثل ما قلت أخوي محمد آه الهلال الأحمر آه يعني دوره أكبر دوره آه في في جميع آه يعني على جميع الشرائح المجتمعية في مجتمع دولة الإمارات اليوم مثلا على سبيل المثال المجال مفتوح للتطوع في الهلال الأحمر لجميع الأشخاص لجميع الأفراد كبار السن المقيمين مثلا الموجودين ما في, في تمييز يعني ما في تمييز لا, لا بين عرق ولا بين دين والحمد لله نحن دوله دوله تسامح ودوله يعني محبه للجميع ودوله مفتوحه للجميع طالما ان يعني والتسامح سمة من سمات دولتنا اكيد اكيد الله الله أه يعني انت اليوم ذكرت لي الشباب وذكرت لي كذلك التطوع وذكرت لي يعني امور كذلك انك كيف انتم تحفزون انا أحب اني يعني تكلمني عن دور الامارات ودور الشباب كذلك في 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 تهيئه المناخ المناسب في العمل الانساني بالتحديد يعني احنا من فتره كنا في اليمن وبعدها انتقلنا لا 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 المناطق المنكوبة وحاليا آخر ما يمكن أنا أقوله عن لبنان نعم الله يرجعها إن شاء الله مثل ما كانت جميلة وأحلى إن شاء الله إن شاء الله, الله شو بتخبرنا يعني دور العمل الانساني دور كبير اخوي محمد يعني نحن ما نتكلم عن اليمن اليمن هاي فتره قريبه جدا لكن نحن عندنا يعني مجالات كثيره سابقه من اذا اذا بنرجع بالتاريخ لأيام ايام حرب الخليج مثلا ودور قبل وقبل, وقبل بعد حرب الخليج فانا اقول لك يعني ابونا زايد الله يرحمه غرس غرس البذره الطيبه في نفوس ابنائه آه العمل الإنساني عمل متجذر في في شعب دولة الإمارات يعني الحمد لله يعني آه هذا الشعب شعب معطاء من من الغرس اللي اللي تم غرسه من قبل قيادتنا نفسه يعني يعني هناك جوانب كثيره والله يعني شو بذكر لك يعني شوف شوف الشاهد التاريخ هذا الغرس موجود يتحدث والاحداث كثيره انت بحكم انك انت في 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 المجال نفسه شو نعم تشوف الغرس هذا يعني اكيد عائد الغرس على على اسم نعم وشعب دوله الامارات اكيد غرس جدا طيب انا بقول لك حادثه مرت علينا في جائزة نفسها في جائزه عون نعم احد الطلبه كان مشارك في جائزه عون من ايام المدرسه فبعد ما عدت السنوات وشي حاليا هو طالب من حي يعني اكبر تحيه طالب حاليا في امريكا فجانا فجانا لهيئه الهلال الاحمر الاماراتي وكان في وقت حفل تكريم هاي كان العام الماضي نعم فابى الا انه يشارك في الحفل يعني يكون منظم ويشارك ونحن اعطيناه فرصه انه يتكلم عن تجربته يعني تشوف الغرس هذا الموجود في الجائزة من أيام الطفولة وهو في أمريكا يدرس ورجع وموجود هنا إلا أن يجي ويشارك فأنا مثل ما قلت لك يعني هذا مثال بسيط في الجائزة ولكن إذا بتتكلم عن الغرس اللي تم غرسه من قبل قيادتنا الرشيدة في أمور كثيرة يعني أشياء أمثلة كثيرة يعني صحيح. يعجز الإنسان أنه يعني يذكرها والشاهد أنا أقول لك الشاهد موجود اليوم كل شخص بتذكر له يعني او بتتحدث معه الا ما يكون عنده قصه او عمل انساني او عمل مثلا بموقف موقف انساني موقف انساني الدوله كانت لها دور القياده لها دور المؤسسه لها دور كان في حديث شجون واستلطاف جميل لكن ودنا كان نقعد لين بكره ونسولف ما بنخلص والله الله يعز مقامك راشد الله. محمد الكعبي مدير اداره المتطوعين في الامانه العامه في هيئه الهلال الاحمر الاماراتي شكرا لك يا اخي كل الشكر والتقدير الله يعطيك العافيه مرحبا اذا مشاهدينا فاصل وبنرجع نواصل وياكم بس معنا حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمرين معكم في سبعة على سبعة وبمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف الثاني عشر من أغسطس من كل عام نجح برنامج الشيخة فاطمة للتطوع في تقديم نموذج مبتكر ومتميز في استقطاب الشباب وتمكينهم في التطوع الصحي التخصصي لخدمة الإنسانية محليا ودوليا والمزيد في التقرير التالي نجح برنامج الشيخه فاطمه للتطوع في تقديم نموذج مبتكر في استقطاب الشباب وتمكينهم في التطوع الصحي التخصصي لخدمه الانسانيه محليا ودوليا بمبادره من سمو الشيخه فاطمه بنت مبارك ام الامارات وانطلاقا مع توجيهات القياده الرشيده في دعم الشباب وتمكينهم في خدمه المجتمعات ورد الجميل للوطن حتى ساهموا بشكل فاعل في الجهود المحلية والدولية والإنسانية للتخفيف من معاناة المرضى والحد من انتشار الأمراض وقالت سعادة نور السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام إن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع نجح في استقطاب العقول الخلاقة من الشباب وبناء قدراتهم وصناعة القادة من أفضل الكفاءات الشبابية وتمكينها من خدمة المجتمعات من خلال تبني حلول واقعية وميدانية ذكية ومبتكره في المجالات الصحيه والاجتماعيه والاقتصاديه تساهم بشكل فاعل في مسيره التنميه المستدامه واستحداث الشراكات مع القطاعات الحكوميه والخاصه وغير الربحيه حيث أن شباب الإمارات رفعوا علم الإمارات في ميادين العمل الإنساني من خلال ملايين الساعات التطوعية في مختلف دول العالم، وساهموا بشكل فاعل في إيجاد حلول واقعية لمشاكل صحية بها، وتطوعوا في خدمة الإنسانية، إذ أحدث برنامج فاطمة بنت مبارك للعمل التطوعي نقلة نوعية في مجال العمل التطوعي الصحي التخصصي محليا وعالميا. أطلقت بلدية الفجيرة أول برنامج صيفي افتراضي باستخدام تقنية برنامج التطبيق المرئي، ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات بلدية الفجيرة ويستهدف أبناء موظفي البلدية في الفترة ما بين الرابع إلى الثالث عشر من أغسطس لعام 2020، وللمزيد معنا في الاستديو الأستاذة خديجة المرشودي منسق التدريب والتطوير في بلدية الفجيرة ومنسق برنامج صيف بلدية الفجيرة الافتراضي. والاستاذه بسمه الضنحاني عضو في برنامج صيف بلديه الفجيره الافتراضي يا مرحبا وسهلا فيكم ونورتونا في سيديو سبعة على سبعة الله يعطيكم أحباني. العافيه البدايه مع خديجه خديجه ما هو برنامج صيف بلديه الفجيره الافتراضي والى ماذا يهدف أه طبعا صيف بلديه الفجيره الافتراضي أه أه هو برنامج احنا نطلقه كل سنه أه يستهدف أبناء الموظفين. في كل سنة لكن السنوات الماضية مختلفة عن هالسنة ظني. يعني تقريبا من 2014 بدأنا. ما شاء الله. مستمرين ومستمرين في كل سنة نسوي لهم برنامج صيفي مه. ويكون مختلف الفعاليات والأنشطة والفعاليات أو نوديهم رحلات وكذا. بس مبيل. هالسنة كان افتراضي مه. عبر التطبيقات المرئية والحمد لله نجحنا فيه. أدتنا الأنشطة ما بين رحلات افتراضية وبرامج ترفيهية وثقافية جميل جميل جدا أستاذة بس ما حاني الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية اللي تضمنها البرنامج ريت تخبرينا عنها ضمن أكثر شيء البرامج الثقافية أول شيء ببدي في التعليمية اللي هي خضينا حصص الرسم والخط العربي من أكاديمية الفجرة للفنون الجميلة والثقافية خذناها من قسم الاقسام اللي عندنا في البلديه اللي هو قسم البيئه ونادي شو اسمه قصدي وادي الوريعه ومختبر الاغذيه وخذينا بعد شيء يخص الرياضه شويه نكسر الروتين حقهم اتفقنا مع نادي الفنون القتاليه بالفجيره جميل هل كان في احجام اكس اكس لارج ولا لا لا الحمد لله كلهم كانوا تمام يعني الحمد لله الحمد امورهم طيبه استاذه خديجه زين قمتوا برحله افتراضيه نفس ما ذكرتي لي تو حاكينا عن الرحله وين أخذتهم؟ اي رحله ولا اي مكان وكم رحله بالتحديد؟ آه هي كانت رحلتين جميل آه رحله كانت داخليه اللي هي مختبر رقابه الاغذيه وابحاث البيئه وفحص المياه آه والرحله الثانيه كانت لمحميه وادي لوريعة جميل وجوب عاد اخذتهم في المحميه أعطيتهم التفاصيل خصوصا انكم يعني عارفين هي حتى سوينا لهم بعد فيديو اه افتراضي يضم اه كل الاشياء الكائنات الموجوده في المحميه وكلموهم المنسقين الموجودين في المحميه وسووا لهم مسابقات واسئله سلام. <applause> يعني الحيوانات الموجودة والنادرة اللي موجودة في محمية <applause> وادي الوريعة <تصفيق> <تصفيق> حلو <تصفيق> حلو استاذة بسمة على ماذا اعتمد التدريب الإلكتروني عندكم خصوصا في هذه المرحلة هو كان اعتمادنا كان تعرف شوية صعب لأن احنا تقريبا سوينا الاجتماع من شهر ستة بس ندرس كيف الحالة وكيف الأوضاع اللي عندنا والبرامج ورسينا الحمد لله على برنامج اسمه Go to Meeting. جو ميت هي جو تعلمنا عليه احنا احنا البلديه قائمه على هالبرنامج علمونا على هالبرنامج وقلنا خلاص اوكي بنعتمد هالبرنامج ولانه سهل الاستخدام وسهل الدخول حقه على اساس إنه راعينا الفئات العمريه اللي بتكون معانا جميل جدا نرجع للاستاذه خديجه والجهات الحكوميه والخاصه اللي شاركت معاكم في هذه المبادره الجميله عندنا تقريبا اربع جهات حكوميه اولها كانت اداره المرور التوريات في شرطه الفجيره ما قصروا ويانا اعطونا توعيه في الامن والسلامه وبعدين عندنا اكاديميه الفجيره الفنون الجميله اعطونا دروس يوميه في الرسم علمهم يعني اساسيات الرسم كي. واعطونا بعد ترس في الخط العربي جميل هي. جميل جدا وبعد تفضلي ال... تفضلي آه نادي الفجيره للفنون القتاليه عطونا اليوم الرياضي ومستشفى الشرق توعيه بالكوفيد 19 جميل جميل جدا. استاذه بس ما, ما هي الطرق والاساليب اللي تم استخدامها من قبلكم لتوجه الطلبه لاكتساب المعرفه؟ هو طبعًا احنا نوعنا لهم مثل ما ذكرنا قبل في الانشطه م. تناولنا الثقافيه والتعليميه وتناولنا بعد الترفيهيه فحاولنا ان نعطيهم بكل الاشياء اللي هم يحبوها وطبعا احنا أخذينا من مشاركاتهم من طبعا من مواهبهم الحلوه صراحه الصراحه يعني روعه ابهرونا صراحه مواهبهم سواء في القران الكريم او في القصه او المواهب المختلفه اللي مثل التمثيل الرياضه الطبخ الحوار اللقاء يعني ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن عليهم. في وحده من من المشاركات عندنا يعني الله يحفظها الله يحفظها قالت بتلعبنا لعبه اسمها الهاكوت لعبتنا وايد استانسنا الصراحه كلهم استانسوا حتى لدرجه اصدرت لنا شهاده شكر وتقدير. ما شاء الله. ما شاء الله يعني جميل. يعني الحمد لله يعني بهالدور يعني انا حسيت ان احنا نجحنا في البرنامج مالنا. لدرجه انه ما نبي ننهي البرنامج لان كانت مدتها تقريبا ثمان ايام بس لان احنا قلنا اول مره وخلنا نتحدى ثمان ايام بدل كنا متفقين على ثلاثة ايام تقريبا خلينا ثمان ايام قالوا لا خلوا نزيد اسبوع قلنا لهم ان شاء الله حتى الاطفال نفسهم صد... يعني يعني انتم من خلال كلامكم فرحتوني <applause> يعني ب... ل... والله كانوا وايد مستانسين يعني لدرجه اخر الايام يقول لي استاذه دخيلة لا سكري خلينا احنا نتواصل اكثر خلينا نسولف احنا نلعب مع بعض وخلينا نثقف اعطونا اي شيء نسوي علمونا انتم وايد علمتونا اشياء مواهب خاصه الرسم والخط والفنون القتاليه وايد وايد تفاعلوا يعني ما شاء الله عليهم وبعدهم مطالبين لحد الان صوتي وياهم. <applause> <applause> طيب استاذه خديجه الى اي مدى يمكن ان تساهم مثل هذه الفعاليات في صقل المواهب وجعل من النشا والاطفال وابناء الموظفين مميزين في مجتمعاتنا؟ أه طبعا الاطفال أه يبون تنميه مهارات وكيف ما تعطي الطفل أه مهارة تعلمه مهارة أو شيء آه، تنمي معاه لين ما يكبر. <applause> فهالشيء يفسخ بذهنهم بعدين يعني يطوروا مهاراتهم ويحاولوا يبحثوا في الأشياء نفسها يعني ي... آه، ويعتمدوا على أنفسهم في تنمية مهاراتهم. جميل. أستاذة بسمة والمبادرات الأخرى اللي تقومون فيها على تنفيذها وخططكم المستقبلية خلال الفترة الجاية يعني شو ناويين؟ انا مع العيال ترى نظام صوتي معاهم انكم تمددون يعني ف... <applause> احنا اساسا تعرف العيال موعدينهم احنا بسبرايز بيوصلهم <applause> مع الشهاده فهم يتريوا السبرايز الحين اه ينتظرون يعني هي هي والله ينتظروها بعدهم زين شو هي المفاجاه يمكن حد يتابعنا لا لا احنا ما منخبرنا خبر <applause> عادي يتابعونا في منهم لا فبس ينتظر يعني الصراحه يستاهلوا الصراحه يعني ما شاء الله عليهم اكيد اكيد عيالنا وبعد هذا الضغط النفسي اللي حصل لهم من من ايه اكيد وترى احنا يعني حسينا تعرف من التيمز اللي هم واجهوه مع الضغط التربيه وزاره التربيه والتعليم والاشياء والمشاكل اللي صارت فيهم يعني الحمد لله احنا قلنا خلنا نكسر الروتين اللي عندهم خلنا نطلع من الجو اللي عندهم ونعطيهم هالبرنامج خديجه تقريبا كم عددهم اللي مشاركين من ابناء الموظفين اول كان عددهم تقريبا 24 بعدين زاد العدد ل 30, 30 تقريبا حلو والاصداء كيف عندكم في, في البلديه نفسها يعني والمؤسسات المشاركه معكم <applause> أه الحمد لله كل يعني نسمع ثناء طيب وكذا من اولياء الامور حتى اولياء الامور نفسهم تكلموا في اليوم الختامي طرشوا لنا فيديوهات يشكروا الفريق ويشكروا البلد بلديه الفجيره على هالبرنامج والاطفال نفسهم بعد قاموا يطرشوا لنا فيديوهات عن المواهب والقصص. هاي أه المواهب والقصص يوميا يطرشونها، بس اليوم الاخير الله طرشون الله. حتى اولياء الامور وشي فاستانسنا وايد بهالشيء. جميل، في اعمار معينه يعني لعمر معين حطيتوا؟ لا احنا بدينا من عمر سته لين فوق ما حددنا. ما حددتم؟ لا بدينا من سته يعني تقريبا من صف اول، يعني عادي لو حد دخل ويانا كي يعني خمس سنوات عادي. بعد يعني معاه ما عندكم مشكله ايه ايه معانا عادي انت قبل شوي قلتي انه في حد جالس يتابعنا اكيد جالس يتابعونكم الحين ايه اكيد أن احنا طرشنا مس يطالبوا بعد اللي تستمر ان شاء الله اللي ما, ما... تبدا الدراسه اقل شيء يعني اقل شيء بس يعني انت شويه توزهم علينا <applause> يعني شويه اذا خديجه المرشودي منسق التدريب والتطوير في بلديه الفجيره منسق برنامج صيف بلديه الفجيره الافتراضي والأستاذة بسمة الضنحاني عضو في برنامج صيف بلدية الفجيرة الافتراضي شكرا لكم والله يعطيكم الصحة والعافية أسعدتونا في مثل هذه الفعاليات والله يوفقكم وياخذ بيدكم إن شاء الله وتفيدوا المجتمع شكرا جزيلا شكرا لكم, شكرا, لكم شكرا لكم يا مرحبا الله الصحة والعافية مشاهدينا إلى هنا ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم نلقاكم إن شاء الله في الغد في برنامجكم سبعة على سبعة وفي تمام السابعة ومن الإمارات السبعة نيكم عبر قناة الفجيرة فمان الله